بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام لجميع الجزائريين والجزائريات العايشين في الجزائر وفي الخارج، زوف في لغون زولي تاريين تاريين اي عايشين دي سمور تاكو دو الغرباء. بونجور سالو تو لي الجيريان الجيريان كي فيفون الجيري الطونجي لا شرقيه لا غربيه. ثقافه الجزائريه الزول والشعب الجزائري لا يزول. الزول والامه الجزائريه موحده صامده واقفه ولا تزول. 1 2 3 اوفا لارجيري. 1 2 3 اوفا لارجيري يا خوتي. اوفا لارجيري مع هاد العصابه على بالنا كاع كاع ولد صغير في كرشي يماه على بالو راح الجزائر الان راح للتهلوكه. دي التهلوكه مع العصابه هادي، لان العصابه هادي يا خوتي ام يديروا ثوره مضاده. الثوره المضاده ندير لكم دي زيكزامبل سي بور سان نقولوا حنايا واحد لازم يقرا تاريخ كيما نقولوا سي با بور ريكتيفي ليستوار مي نقولوا الحقيقه ان شاء الله. والانسان لازم يقرا كيما يقولوا. نولي للاخر، كاين واحد الثوره ما نجحتش شحال داروها 1989 هي الثوره الرومانيه لا ريفولوسيون رومان 1989 ضد الديكتاتور تشاوشيسكو. الديكتاتور تشاوشيسكو هذايا فريمون سي ان ديكتاتور. واش داروا كي ناض الشعب في وقته ناضوا المظاهرات ريحوا سمانه طيحوه. كيف سمانه؟ شلوا الاقتصاد كومبليتمون باسكو هم انفلجوا اما لا حبس كلش. حبط تشاوشيسكو بلورد تاع الجيش. يعني شوفوا يا خوتي الناس هذوما طري دونجورو. قتلوهم في التلفزيون الاعدام قال لك باسكو علاش. هو الى شجره كيما يقولوا الشجره هذيك هي الى ورقه، هو ورقه راس النظام، لكن النظام هذاك ما راحش. علاش؟ باسكو الجيش هذاك بقى لي زونسيان مينيس بقاو. ومن بعد كي كان هو ماتوا العباد 169 شخص كي كان الى دوني لورد دو تيي الى اخره 169. ابري جا واحد شد المده الانتقاليه هذيك تاعهم واسمها جبهه الانقاذ يعيطوا لها لو فرون دو كيما يقولوا ماشي تاع لو فرون دو سوفتاج ولا يعني ساموا. وهو اليون اليسكو يعيطوا له. هذا الشخص هذايا كان مينيست في وقت تشاوشيسكو. هذه هي الثوره المضاده. مينيست وكي جا يجد 5 شهور الشعب زاد ناض، يعني الشباب ناضوا انتفاضه. ومن بعد واش دارت؟ شوفوا النظامات التعسفيه ستالينيان الى اخره كما في الجزائر لا ميم شوز باسكو الاشتراكي اللي يدعوا عليها كما بوميتيان يقول لك اشتراكي هو كومينيست الى اخره. يعني ما نوليش لهذا الموضوع لو بروبليم. حنايا انا ما عنديش مشكل مع لا كومينيست لا اسلامي لا ايكيلا، ما عندي اي مشكل. يعني مدوكم دي زيكزامبل. هذا اللي ليسكو هذا كان في الحزب الشيوعي، يعني الحزب الشيوعي ماشي منحل، ما نحاوش. وهذا الازمه تاع 89 راهي تعيشها الان رومانيا. ورومانيا يقول لك بعض دخلت في اليوروبيان. علاش دخلت اليوروبيان؟ دخلوها بالسيف. علاش؟ اي بورتون عندهم لا كوربسيون لا بلي غروند كوربسيون الى يومنا هذا، باسكو لا مون دوفر رومان بلغار رومان اونغرواز والاخر سي اي بولونيز سي لا موان شير مون دوف لينيون اوروبيان. بخمسة باوند يخدم هادو البلدان هادو باش سي بور سا دخلوها. نولي لا ريفوليسيون هادي سان موا شدها. واش الى دوني لورد لورد باسكو واش دار؟ قال لك انفلات الامني ومن بعد انتهاك ممتلكات شخصيه والاخر وكذا الى دوني لورد. مامية دي تيرور ديليت في هذاك الوقت قتلوا 900 شخص في الديكتاتور ضد الديكتاتوريه 169. ابري جاء زعما واحد جابوا الشعب لو بوبل سي ريفولتي الى دوني لورد دي تيي جبريسيس 900 شخص قتلوهم 900 شخص.
Et pourtant, هذا الشخص هذايا il était deux fois candidat à la présidence ou داها deux fois بالتزوير. هاي اللي الثورة الموضة في الجزائر لا ميم شوز. الثورة الموضة دي واحد يقول لك في الفيسبوك دا يدير، لا لا ماشي هذه الثورة الموضة. الثورة الموضة داها دوما جاو الشعب الجزائري الناض باش يغير تجديد ليس التغيير، لان التغيير تغير حاجه كيما بنو نقولوا في الطوموبيل بنو تبدل غير بنو البنو بنو تبدل بنو جديد، هذا ما كان بنو مكروفي. اي في هذاك الوقت الشعب الجزائري ناض من اجل التجديد ليس التغيير. ومن بعد شكون جابوا؟ جابوا هاد الناس لان نحاو غير الاخر تاع البوازون بوت سرقة بوت سرقة وخاوتو فاميلتو بن منصور إلى آخره. هذا ما كان من أن هادوك لي فوايو كومبلي لو ترون الشجرة بقات. ومن بعد كيما لا روماني شوفوا مينيست جابو واحد كان في بوت سرقة إي بورتو مينيستر مينوس دو لابيتا، وعلى بالنا الشعب في العالم على بالو وين تكون لا كوريبسيون البلانشيسمون دارجو يكون توجور في لي زابيتا في لي موبيلي، وهذا كان في لي مينيستر العدل اديال اليس هو؟ راكم تشوفوا كيف مبنيين، تضرب دبزه يخرج تخرج الدبزه تاعك في شومبره واحده اخرى تنمو امبورطون هو باش تشوفوا يا خاوتي، لان هاد كما قلنا هذه هي الثوره المضاده. نمد لكم انوتر بي لي حاولوا يديروا الثورة المضادة ما قدروش. في شيلي، شيلي هي يعني فيها بزاف حوايج باسكو شي لونيفرسيتي اللي ناضت ديت بينوشي، لكن لونيفرسيتي هذيك لونيفرسيتي كيف طاح بينوشي بالوعي، الوعي هذاك لونيفرسيتي باش ناضت بالوعي واحد شخص يجي بريسيس ومعروف واسمو فيكتور خارا. فيكتور خارا يا خاوتي سي تان شونتور شيليان. بينوشي واش دار؟ قطعوا له صباع صباعتيه قطعوهم له. فيكتور خارا كاين اون شونسون حتى بالك الاخ العربي زويمي يعرفها، اون شونسون تاع فيكتور خارا قلبوها لو جروب دبزه اللي معروف جروب دبزه في الثمانينات كنا نسمعوهم. الجروب دبزة واش يقول فيها؟ يعني لا ميوزيك تاع يقولك واش راه صاير في الجزائر، واش راه صاير في البحاير، واحد ساير لاخر طاير، واحد كاسب الملاير ويخبيهم في شكاير، هو ياكل في الفطاير والشعب ضربوب وسفاير، واش راه صاير في الجزائر، واش راه صاير في الجزائر. هادي في الثمانينات خوتي، يعني اشتراكيين، وفي الثمانينات كانت الاشتراكية. يعني الآن يعني الباطل والحق ما عندوش خاوتي ايديولوجية وما عندوش جنسية. هاد اليوم يخرجونا يقول لك يجبدونا هاد الإسلامية هادك تاع كانوا الاشتراكيين، كاين دي لايك، كاين دي كومينيست كانوا في الحبس، كانوا دي اسلاميست كانوا في الحبس الى اخره. يعني ما نوليوش نلعبوا في هذا اللوخ اللعبه هذه، لان سياو باسم القوميه حبوا يحاصروا دوق الان اكتيانمو حبوا يحاصروا بلاد القبائل باش يقولوا ها مليك، باسكو على بالهم سي سون سي اون ريجيون ريفولوسيونير من تاريخ الامازيغ ريفولوسيونير كما كانت مدوشر في سوق هراس الى اخره. يعني الشعب الان الشعب ماشي غير بلاد قبائل، نعم ناضو بارتو في تيمين مو في تين زواطين في اقصى الحدود، لكن هما واش يديروا المخابرات جو بريسيز يروحوا للمظاهرات بار اكزومبل تاع ورقله. المظاهرات ليس الشعب اللي كان يقول تشغيل الحقره ولوخ، لا لا هما جابوا اشخاص تاعهم يفيلميهم يمدوا لهم الاخر ومن بعد يوري زعما شغل هو يطالب على الاخر باش يقول احباط المعنويات
تاع الجهات واحد اخرين. الشعب الجزائري كان يطلب حاجه واحده، هو ان تجديد الجزائر، والشعب الجزائري خرج من اجل الكرامه والحريه والعداله، ما خرج على جال الخبزه، ما خرج على جال الخبزه، لان على باله بالعداله والكرامه والحريه تجيب له كلش، تجيب له السكنه، تجيب له الخدمه، لان بالحريه كي يهضر الحق هاو فلان ندخل بالمعرفه ما عندوش نيفو، ها يدخل في بلاستو ما يحميش القانون، هاوليك هي العداله والحريه. اذن الان شفنا البارح دي فيديو لا بروميير فوا شتها، ما نكذبش عليكم خاوتي، يجبدوا شوفوا يعني المكر، المكر لو سيستم ستالينيا هادي هما، لان مربين من طرف الكاجيبي والاخر، او الكاجيبي تبدل ولا افاسبي تبدل، وحقيقه حتى في الاخر تبدل في الاسبيوناج والاخر تبدل. احنا في الجزائر مازالهم كاجيبي تاع 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 الستينات. واش يجبدوا لي فيديو تاع معطوب للناس، يعني شوفوا سورتو اللي داروها في الفيسبوك تاع المعطوب للناس، ومن بعد يهضر على وصاري في التسعينات، هذه حقيقه وصاري في التسعينات الى اخره، ومن بعد يهضر يوري يقول لك كيما هاوليك سعيد سعدي، يعني كان مع سعيد سعدي، حبوا بلونشيسمو تاع سعيد سعدي يردوه زعيم. سعيد سعدي خائن، خان ميم من القبائل، ايت حموده خان القبائل، عمار بن يونس خان القبائل، هذوك اللي راكم تقولوا عليهم كدايا، هذاك واسمو اكس مينيش دلا جيونس خان القبائل، ويحيى ما نهضروش جامي كان في الحبس، مي هادو كانوا زعما في الحبس. كاين راجل فيه واحد فيهم خرج من نهار تكرير اير سيتي خرج لهم، هو ايت العربي المعروف المحامي، يجي ان ليفر عليه وهضر على القضيه هذه الى اخره، اللي يحب يشريه يشريه. ومن بعد يجبدونا هاد الايديولوجيات، يقول لك احنا ماناش نضربوا على الايديولوجيات، ايديولوجيا الشيوعي الاسلامي اللائكي الخضراوي الليبرالي جاء يجيب لي البروغرام كيف يشوف الجزائر تاع الغد، هذا ما كان. وما جيش نهضر على الايديولوجيات هادو باسكو هاد الاشخاص يحبوا يلعبوا بالملعفن بهاد الايديولوجيات وبفلان وفلتان. احنا نقولوا ان الجزائر الغد جزائر افكار، لازم نخموا الان للاحرار ان الجزائر كيف نخرجوا الجزائر تاع الغد، لان الشعب الجزائري في ازمه خانقه، حقيقه خانقه، ولازم الان الشعب الجزائري يدير حاجة كيما لا روماني، أسبوع كامل إضراب، ليس إضراب في الشارع، يخرج لي بور يحبسوهم، ما تقولوش ليروبور لأن ليروبور تاعهم إيرالجيري والآخر تاعهم تاع ولادهم، ليس سي بور سا درت نداء قلت يلفو بايكوتي سيت الآخر، سي با دو ناسيوناليزم، ولا اللي يحب يقول خائن خائن. بايكوتي لي راجيلي، لأن على بالكم هادوك الدراهم يروحوا لولادهم، يعني راك داخل في الحرام، قادر نفتيه كاع، راك داخل في الحرام، قادر نفتيه، باسكو الناس كاع يتفتي، كاع الناس يتفتي، حتى هذاك مقرا ويفتي، وليدو في كندا يقول لك كفار، والآخر ما وليدو يباتو، أها، الآن كيما قلنا. وكما كانوا جدودنا واش كانوا يقولوا، يقولوا كما عبان رمضان الله يرحمه مدنيه ليس عسكريه، شوفوا الاستراتيج، شوفوا الاستراتيج خاوتي، مدنيه ليس عسكريه، والناس كانت بروفيتي ودخلونا بليشار في 3 جوي دينا الاستقلال، ليس 5 جوي لو 3 جوي سي با لو 5، لو 5 هو تمجيد الاستعمار، يحبوا يمجدوا الاستعمار، لو كان صح خمو هاد الناس، لان اتفاقيه فيون بين كلش سي لو 3 جويي، لو
le 3 جويلية دات الاستقلال الجزائر، سي با لو 5، ولو 5 راك تمجد الاستعمار. حنا نقولوا للأمة الجزائرية موحدة، ما تشوفوش الايديولوجيات، وما تشوفوش هادو تاع الفيسبوك واحد يدير لك تا الاخر. ما قلنا ان الشعب الجزائري يونامار يونامار، والمشكل تاعنا في الجزائر، المشكل الوحيد في الجزائر انها القسقيطه وفينا بوان بار. ونقول لكم السلام عليكم يا رب ان شاء الله.